السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقاء أصدقاء من زينر. اليوم أصدقائي معنا حاسوب محمول من نوع HP، سنوصله أصدقائي بالكهرباء كما تلاحظون، اللمبة تشتعل وايت من ثم أورنج وهكذا، واضح. إذا عند الضغط على زر الباور أصدقائي nothing، لا يوجد أي شيء، الحاسوب لا يستجيب إلى أي شيء. من هنا لمبة الباور أصدقائي عند التشغيل يجب أن تشتعل هذه اللمبة، لكن لا يوجد أي شيء. حسنا أصدقائي نفتح ونرى سبب العطل. حسنا أصدقائي الكرام لقد عدنا، حسب ما رأيته عند الفتح سوف يكون العطل أصدقائي بسيط جدا، واضح. هسه سوف أريكم، انظروا أصدقائي، لا أعلم لو ترون هناك أوكسيديشن، هي هناك بعض الأوكسيديشن في المذر بورد، ويوجد الكثير من الغبار عليه أصدقائي. بطبيعة الحال هذا السبب رئيسي، سبب رئيسي أصدقائي في مثل هذه الأعطال، بأن الحاسوب لا يستجيب لضغطة زر الباور. كما تعلمون ضغطة زر الباور لأنها متصلة بالآي أو، وإذا كان هناك أي خلل في تلك الإشارة، انظروا أصدقائي أصلا وكأنه هناك أثر للماء هنا والكثير من الغبار، عندما تكون هناك خلل في أحد الإشارات الآي أو أصدقائي لن يستجيب إلى تلك النبضة ولن يرسل أي إشارة للعمل أصدقائي، واضح. سنقوم بتنظيفها، واضح أصدقائي. يعني نسبة، فلأقول نسبة 99% بأنه سيكون السبب هو التنظيف فقط. ولماذا أنا متأكد أصدقائي؟ لأنه كما رأيتم بأنه عند وضع بلاك الشاحن تلك اللمبة تضيء بيضاء ومن ثم أورانجي أو أورانج. على فكرة أنا أصدقائي أنظف مادة جيدة 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 جدا، لا أعلم إن ذكرت سابقا أم لا، أنا كنت أنظف بالكحول، بالكحول أصدقائي. هو ينظف يعني كمادة منظفة جيدا ويتبخر بسرعة، واضح أصدقائي. لكن كما تعلمون بأنه هو مادة طبية، يعني حتى من ثمنه سيكون مرتفع قليلا، واضح. بأنه أنا أستعمل الكحول الطبي أصدقائي الذي يكون نسبة الكحول فيه عالية جدا. والآن أصدقائي أنا أستعمل هذه المادة من شركة ميكانيك 800، ميكانيك 800 أصدقائي. حقيقة 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 أصدقائي هي هو اللوجو، حقيقة دائما أظن أنتبه إلى الصلوحية أصدقائي. مادة رائعة جدا، مادة رائعة جدا. هكذا نضغط على الزر، أصدقائي عند الضغط على الزر انظروا ماذا الآن أصبحت. عند الضغط على الزر انظروا أصدقائي تشتعل وتطفئ اللمبة، واضح، تشتعل وتنطفئ يعني بعد التنظيف ونزع.
فوالا أصدقائي هكذا الرامة صغير بنك الرامة لقد اشتغلت أصدقائي، رأيتم الحاسوب اشتغل، سوف أقوم بإطفائه. تشغيل مرة أخرى، الآن لقد اشتغل، أقوم بإطفائه، سوف أقوم بتوصيله هكذا مبدئيا. تشغيله واضح، لقد اشتغل. في الأول أصدقائي كانت الرامة غير مركبة جيدا، يعني لم أركبها جيدا، لذلك كانت مائلة عند التشغيل يشتعل وينطفئ مباشرة. كما ترون أصدقائي الآن هو يعمل، هو يبحث على البوت أصدقائي، يعمل جيدا. سأطفئه مرة أخرى، باور اوف، باور اون، وهو اشتعل، واضح.